طبعا عندنا درس اليوم بعنوان تاريخ حياة نهر، درس القراءة بعنوان تاريخ حياة نهر. طبعا المقصود بالنهر هو نهر الفرات النابع من تركيا إلى سوريا داخل بالأراضي السورية ويخرج إلى أراضي القطب العراقي الشقيق. وقد بني على هذا السد، سد الفرات العظيم، على هذا النهر نهر الفرات، سد الفرات العظيم بعد بحيرة الأسد. وسيدشن فيما بعد شهر اعتبارا من اليوم سد آخر عظيم هو سد تشرين في هذه المنطقة. تاريخ حياة نهر، في بلادي يغيرون تاريخ حياة نهر، يخترعون نهرا. ففي الخامس من تموز استيقظ نهر الفرات ليجد أن العرب السوريين قد نقلوه وفراشه وغطاءه إلى عنوان جديد. إنني أفهم حزن الأنهار عندما تجبر على ترك ملاعب طفولتها، أماكن حبها القديم وصداقاتها مع الطير والشجر، ولكنني أفهم طموح الثورات لتسخير كل شيء في الطبيعة لمصلحة الإنسان. الخامس من تموز دخل نهر الفرات إلى المدرسة الجديدة ليتعلم كيف يقرأ وكيف يكتب وكيف يمارس الحب مع الحقول والأشجار بطريقة عصرية. وعلى باب المدرسة نزع الرئيس حافظ الأسد من الفرات عباءته الطينية وقص له شعره الأشعث وأظافره الطويلة وأعطاه قلما ودفترا ودوات حبر أخضر ليكتب يومياته كنهر متحضر. وأعلن وهو يحول مجرى النهر إن سد الفرات ليس عملا هندسيا خاصا بسوريا ولكنه عمل قومي من أعمال التحرير، وهذا الكلام يعني بوضوح إن لفلسطين حصتها من السد السوري. جيد.